في متابعاتنا البارحة عرف عرض لطفي العبدلي في صفاقس عرف أحداث خلات العرض يتقص. لطفي العبدلي كتب برشة تدوينات منها منتج العرض يتعرض لمحاولة أو الشروع في محاولة قتل. برشا حديث يقول لطفي العبدلي أنا مهدد أيضا راني في خطر كبير برشا يا ربي تسرني. ثم البعض يقول لطفي العبدلي بحثت عليها الشرطة لإيقافه لكن ما لقاوهش. كل هذا وغيره المتابعة باش تكون من مراسل جورة اللي كان على عين المكان البارحة. ونقل لكم الصورة أيضا في جورة باينايت البارحة في الليل. لكن لابري شو اللي صار من بعد هذا ما باش نشوفوه مع عبد المجيد الخروبي مباشرة من صفاقس. مجدة صباح النور. صباح النور حتوم. مرحبا بك مرحبا بكل مستمعينا الكرام. هو كما شرط حاتم انه ليلة 7 أوت في مسرح لواء الطلق بسيدي منصور ما كانت تكون ليلة عادية بالحق معنا بكل تفاصيلها بكل جزئياتها انه بون الى حدود تقريبا تعرف العرض بدأ تقريبا في 10:20 النص ساعة الأولى مشيت الأمور عادية معناها تعرف أنه لطفي العبدلي ما بدأش حتى في المسرحية لأنه عمل حاجات قبل ما يبدأ في المسرحية لكن نوع من التنشيط نوع من الاستحضار بعض معناها فقرات من مسرحية تقديمة قالهم استنوا عليه شوية حتى نبدأ في المسرحية. تقريبا مباشرة وقت اللي بدأ في العمل بتاعه المسرحي بعد نص ساعة تعرف أنه لطفي العبدلي معناها معروف على مستوى طريقته على مستوى يعني المسرحية بتاعه معروفة أنه الطريقة هذيك هي طريقة لطفي العبدلي معناها حتى هم بعض العباد اللي داخل أنه باش تتفرج معروفة على شنو داخلة تتفرج. دونك أنه في بعض اللقطات في بعض الإيحاءات ربما ما لم ترق للإخوة الأمنيين اللي كانوا موجودين غادي على عين المكان من حرس وشرطة وحماية مدنية. دونك فجأة عبد المجيد الخروبي اني كنت حاضر على عين المكان هل جبد الشرطة والحرس مباشرة وهو اللي دفعهم للانسحاب من المسرح من تأمين العرض؟ اي هما يعني جات فجأة كما قلت لك معناها وقت اللي لطفي العبدلي كان يعرض فجأة جات اي الامنيين اللي كانوا موجودين في الصحف الاولى معناها على المنصة هما اللي عطاو تعليمات ما عادش منين جات التعليمات بالضبط اما وقت اللطفي في صدد العرض نسمعوا في الامنيين اي ينسحبوا اي ينسحبوا اي جاوي يبدو رواحكم من السهرية. والسبب شنو هو بالضبط حاسبهم هما شنو هو السبب بالضبط؟ السبب هو تعرف انه لطفي العبدلي راهو في المسرحيه ميسلم منه حظ معناها من رئيس الدوله للحكومه للاحزاب للاشخاص بعينها معناها وكل من الشخصيات السياسيه للامن بون دونك تم ذكر له من حال الامن لكن من جمله اللي ذكروا معناها من جمله الناس اللي تكلمت قرروا لهنا الانسحاب بعد ما جبدهم لطفي العبدلي اللي صار من بعد برشا حديث اللي صار من بعد على منتج العرض انه تعرض الى محاولة الاعتداء بالعنف ولا حتى الشروع في القتل في تقريبا حاتم 3 أو 4 مرات لطفي العبدلي يقص وبعد يرجع لانه بعد المسألة ولات معاش بين الامن ولطفي ولات بين الجمهور اللي موجود غادي 8000 متفرج اللي تعاطوا وتفاعلوا مع لطفي العبدلي وبين الامن ولا تم ضربة متاع قوارير معناه سواء من الجمهور يضرب في الامن بالقوارير وبعد الامن الكل انسحب وبعد ولات مناوشات بين الامن وبين لطفي العبدلي وقت اللي هو يعرف سيرسان ولا يدخلوا فيه حتى القربول وحتى لسان ثم حتى تهديدات انه باش يطلعوا له للسيرسان ويتضرب وقتها لطفي كان عنيد كالعاده هاني موجود سيرسان واللي حب يطلع يضربني يضرب الى غير ذلك ومع ذلك كان الجمهور كان وقتها ديما معناها منسجم مع لطفي العبدلي وكان متعاطف معاه وبالتالي ولات المساله ولطفي قال انه بون انا اذا كان انا جبتكم حاجه خايبه بيناتنا القضاء ولكن في كل الحالات انه هذا ما يعنيش انكم تنسحبوا وتخليوا تقريبا حوالي 8000 متفرج لانه البارح لطفي نجم يقول لك انه عامل كومبلي معناها في معركة الدولي في مسرح لواء الطلق سيدي منصور انه ماهوش مبرر انه جماعه الامن يخليوا 8000 متفرج موجودين غادي حسب لطفي العبدلي بطبيعه الحال. بعد العرض فما محاوله الاعتداء على منتج العرض صارت هذيه
بعد الاعتداء وقت اللي انه لطفي العبدلي ما كملش في النهايه المره ما كملش عمل فيديو قال هذا ربما اخر عرض ليلي في تونس جمله قال راني تمنيت ان نكمل معكم العرض عمل تحيه للجمهور الساقط اللي كان قال كان شجاع وقف معايا لاخر لحظه وعمل اللايف نتاعه وفجاه مشى للكواليس دونك وقتها هما لحقوا عليه جماعه الامن ما لقاوش لانه هو مباشره ابارمون من العرض فما سياره كانت تستنى فيه ورسان معناها والكل دونك اللي هزاته وريت ان جماعه الامن كلهم معناها متاسفين لانهم كانوا يلوجوا عليه كانوا يحبوا يشدوه كانوا يحبوا يلقاوه لكن انه لطفي مشى بيسع خرج مباشره بعد العرض وبعد عاد بدات وقت الجمهور بدا يطيش في باب الزلمه من المدارس وثم حاله فوضى حاله رعب كبيره صراحه عاشوها البارح الجمهور الحمد لله انه فات لاباس الحمد لله انه 8000 متفرج كلهم خرجوا من بعد لاباس من غير حراسه ما جاوبتنيش على المنتج نتاع العرض تعرض الى ضرب والا لا وصفها لطفي العبدلي وصفها ثم محاولة ضرب حتى من الجمهور ثم يعني حالة فوضى صارت واضح لطفي العبدلي عندك فكرة وين موجود باهي هذايا واضحة لطفي العبدلي عندكش فكرة وين موجود لأنه المفروض عنده عرض اليوم في قرقنا هكا ولا لا هو المفروض أنه عنده عرض في قرقنا البارح في ساعة متأخرة من الليل النقابة الأمنية في قرقنا هبطت بيان قالت انه اليوم في نصف النهار باش يعملوا اجتماع نتاعهم ويقرروا شنو معناها باش يصير فيه شنو باش يقرروا هما بشان العرض ويبدو انهم ماشيين حتى هما الى مقاطعه العرض الليله وعدم تامين العرض المسرحي لطفي العبدلي. لطفي خرج. نجد خروبي هل هو روشيرشي الان حسب المعطيات المتوفره عندك وانت كنت في الكواليس وعلى عين المكان في صفاقس؟ هو قال انه بيناتنا القضاء لانه ما عندوش حتى تهمه لانه ما عمل حتى شيء انا السيد الرئيس قالها ما انا في باله بيا والسيد قيس سعيد يعرفني شخصيا وانا هاني ذكرت حتى رئيس الدوله وذكرت الحكومه ما ذكرتش كان البوليسيه فقط دونك اسكو هما لانه لوجوا عليه نعم هما قعدوا يبحثوا عليه نعم هما انهم قعدوا متاسفين كيفاش خرج من غير لانه هما كانوا حبوا حتى يسكروا الباب انه يمنعوه من الخروج لكن هو خرج بسرعه فايقه جدا مباشره بعد نهايه العرض روخهم سيدي لطفي العبدلي مجيد ما نعرفوه صاحبنا وصديقنا سيدي لطفي العبدلي معناها كيفاش في ساعه بين ظفرين الفسعه نتاعو بين ظفرين كيفاش الله اعلم كيفاش صحيت هذيك هو من بعد هبط التدوين قرني موجود في قرقنا وراه يروشيرشي وانهم يلوزوا علي واني منعت باعجوبه والكل لكن هما بالحق يعني كان ثم تهديدات امنيه مباشره انهم يحاولوا انهم باش يلقاوا حاولوا انهم باش يدوه مباشره بعد العرض لكن هو كما قلت خرج بسرعه فايقه وذكرت انه برشا جماعه امنيين كانوا متاسفين لانه كيفاش معناه تسع خرج لانهم كانوا حبوا يشدوه حبوا انه ما نعرف شنو باش يعملوا بالضبط شنو برنامجهم معاه لكن ريتهم انهم متاسفين كيفاش خرج بالسرعه هذيك دون ما يتفطنوا ليه لانه كانوا مبرمجين انه حتى باش يسكروا عليه الباب ويمنعوه من الخروج.